بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين متابعي القناة. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا الفيديو الجديد. بعد أن تم منح تنظيم كأس إفريقيا للمحليين للجزائر لسنة 2022، قامت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم وبالتنسيق مع السلطات العليا للبلاد بتحديد ملاعب المدن الخمسة التي سيكون لها شرف احتضان التظاهرة. ونحن في هذا الفيديو سنقدم لكم المدن الخمسة. المدينة الأولى وهي ولاية الجزائر العاصمة، والتي تم تحديد ملعب 5 جويليا ليكون الملعب الذي سوف يحتضن المباريات الافتتاحية والنهائي وبعض المباريات الأخرى. وفي هذا السياق أكدت وزارة الشباب والرياضة أن تهيئة ملعب 5 جويليا تكاد تنتهي، خاصة من ناحية البوابات الإلكترونية للملعب، وكذلك تهيئة ملعب التدريبات الخارجي وإعادة تهيئة المدرجات. المدينة الثانية وهي البوليدة بملعبها مصطفى تشاكر، والذي سيعرف عملية ترميم تتمثل في ملء الفراغات الموجودة بين المدرجات، وكذلك غلق الملعب وتغطيته بالكامل وتركيب البوابات الإلكترونية لتسهيل دخول المناصرين. المدينة الثالثة وهي مدينة وهران وبملعبها أحمد زعبانة، والذي أعطت وزارة الشباب والرياضة الضوء الأخضر لإعادة تهيئته، خاصة وأنه سيكون مخصص لألعاب البحر الأبيض المتوسط، ووضع العشب الطبيعي بدل الاصطناعي، إضافة إلى تغطية المدرجات وتركيب الكراسي ووضع نظام البوابات الإلكترونية الذي سيعطي سهولة في عملية دخول المناصر إلى الملعب. المدينة الرابعة وهي ملعب عنابة الكبير 19 من ماي، حيث سيعرف أول عملية ترميم منذ بنائه، حيث سيجدد بشكل كامل من أرضية الميدان إلى الكراسي في المدرجات ووضعها، إضافة إلى العمل بنظام التذاكر الإلكترونية، وهذا بتركيب البوابات الإلكترونية. وسيشهد الملعب إعادة تهيئة ملعب التدريبات الرئيسي. المدينة الخامسة وهي مدينة قسنطينة، والتي سيكون ملعبها الشهيد حملاوي جاهزة لاستقبال هذه التظاهرة الكبرى، حيث تم تخصيص 40 مليار سنتيم لإعادة تهيئة الملعب، خاصة أرضية الميدان، حيث سيتم وضع عشب طبيعي بمواصفات الفيفا، وكذلك وضع الكراسي في كامل المدرجات وتركيب البوابات الإلكترونية، ولا ننسى تهيئة ملعب التدريبات لتكون جاهزة. إخواني، هذه هي المدن الخمسة التي تم ترشيحها لاحتضان كأس إفريقيا للمحليين 2022، لكن لنذكر متابعينا الكرام أنه تم تأجيل كأس إفريقيا للمحليين 2020 التي كانت مقررة بالكاميرون إلى غاية 2022. هذا ما يعني أن نسخة الجزائر سيتم تأجيلها إما بسنة أو سنتين كأكثر تقدير، أي البطولة ستقام في الجزائر إما في سنة 2023 أو 2024. هذا ما سيسمح للجزائر بتحضير أكثر لاحتضان هذه التظاهرة التي سوف تعيد البريق نوعا ما لدولة الجزائر، وهذا بعد غياب طويل. في الأخير نتمنى أن نكون قد أفدناكم ولو بالشيء القليل. إلى اللقاء.